والعرب يقولون ترتجع الأسود خماص بطن ولا ترضى مساهمة السفيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب وقعن فيه. قال الأسد هذا لعظمته وعلو شأنه يرتفع لما يرى بغاث الطير والممتهن من الحيوانات، يراه يشرب في الماء لا يشرب، الأسد لا يشرب. قال وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب ولغن فيه، إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه. إذا وقع الذباب، هل وقوع الذباب على الطعام حرام؟ يحرمه؟ لا يحرمه، وإنما نفسي تأباه. إذا رأيت الذباب وقع، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ورد في صحيح البخاري كما هو مشهور وكما ظهرت النظرية التي وصل إليها من وصل، وقالوا بأن في إذا وقع الذباب فاغمسوه ثم لينزع ويرمى، فإن في أحد جناحيه داء وفي الجناح الآخر دواء.